زمير المصاعد. والحقيقة من ساعة ما ابتدى موضوع الحجر الصحي ده وأنا قلت نتأمل بنعمة ربنا في هذه المزامير، والتأملات في مزامير المصاعد دي أحبائي شيء جميل جدا جدا جدا. اللي في دماغي واللي في قلبي إنه زي ما بني إسرائيل ربنا زمان سمح إن هم بعد ما كانوا في السبي ورجعوا تاني مرة تانية، إن ربنا بمعونته وبمحبته يسمح لينا في نهاية هذه التأملات أو يمكن قبلها كمان إن احنا نرجع تاني بمعونته بمشيئته للكنيسة المقدسة اللي كلنا بنحبها ومش عايزين نتحرم منها أبدا. طبعا يا أحبائي، أنا قلت المرة اللي فاتت إنه مزامير المصاعد ديت كان بني إسرائيل بيرددوها ساعة ما كانوا راجعين من السبي بعد ما قعدوا 40 سنة وهم محرومين من الهيكل ومحرومين من كلمة ربنا، محرومين من الذبيحة. فكانوا مشتاقين جدا جدا جدا، وبعد ما رجعوا احتفظوا بهذه المزامير وأصبحوا يرتلوها حتى كل مرة يروحوا فيها الهيكل، خصوصا في أيام الأعياد. وكان بني إسرائيل يقفوا على كل درجة من درجات اللي بتؤدي للهيكل، حوالي 15 درجة، وكانوا بنعمة ربنا المرتلين يرتلوا هذه المزامير. طبعا كان يبقى واقف فوق خالص على آخر درجة، الدرجة رقم 15، رئيس الكهنة. وكان رئيس الكهنة بيمثل طبعا شخص الله، شخص ربنا يسوع المسيح. فكانت فرحة اللاوي أو فرحة الكاهن إنه يرى الجموع جاية عشان تزور الكنيسة أو تزور الهيكل، زي فرحة أي كاهن دلوقتي في العهد الجديد وهو يرى أبناء الله بيحبوا كنيسته. وكان عين الناس وهي طالعة كانت عينها مركزة أوي 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 على رئيس الكهنة، أو كانت مركزة على ربنا. إحنا كمان في الكنيسة أحبائي ما بنحبش نركز على أي شيء أو أي شخص إلا شخص يسوع المسيح، زي ما معلمنا القديس بولس الرسول علمنا كده، قال لنا إن أنا مش عايز أعرف حاجة في وسطيكو إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. المرة اللي فاتت إحنا قلنا إنه بني إسرائيل كانوا واقفين على الدرجة الأولى، والدرجة الأولى ديت كانت تعبر عن الاشتياق الشديد جدا وصرخ الطفل. وهذه الصرخة كانت بتبقى فيها صرخة عجيبة خالص، بتعبر عن احتياج رهيب لربنا. فكانت أول مرة وأول صرخة بيصرخوا لربنا في اشتياق شديد قوي. وبعدين قلنا إن الصرخة دي تعبر عن الرحلة من أول ما خرجوا من أورشليم، أم سوري، من أول ما خرجوا من بابل لحد ما وصلوا وابتدت تبان الملامح بتاعة إسرائيل أو أورشليم. فقالوا في أول واحدة صرخت إلى الرب فاستجب لي. وبعدين وقفوا على الدرجة التانية أول ما ابتدوا يشوفوا الجبال، وقالوا رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. احنا يمكن المرة اللي فاتت أحبائي أنا أفكركم قلنا أول درجة من الدرجات ديت أنا بصرخ لربنا، ودي علامة إن أنا محتاج ربنا. الإنسان يا أحبائي مش هيتمتع بربنا إلا لو كان هذا الإنسان فعلا حاسس بالاحتياج الشديد. فسمينا ديت صرخ الطفل إلى أبيه، أو سميناها درجة الغربة. طيب خلصت الدرجة الأولانية وقفنا على الدرجة التانية، الدرجة التانية ديت بيسموها مزمور الحفظ أو الأمان. ملامح الطريق إنك أنت وأنت ماشي أنت بتصرخ فعلا، وفي سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، غربة مرة، بس ملامح إنك أنت ماشي في الطريق السليم إنه بعد شوية تبتدي تشوف من بعيد الجبال، وفوق الجبال ديت ترى شخص الله ذاته. فكانت الدرجة التانية يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. وبعدين تيجي الدرجة التالتة بتاعت النهاردة، يقولوا في الدرجة التالتة ديت درجة بمجرد ما يبتدوا يوصلوا على أسوار أورشليم،
فتبتدي النفس تصرخ في فرحة عجيبة قوي. أنا هسمي الدرجة دي فرحة على أعتاب بيت الرب. يقول كده: فرحت بالقائلين ليه إلى بيت الرب نذهب. طبعا النفس هي ماشية تعبانة من مرارة الغربة، النفس هي ماشية تعبانة من سهام الأقوياء، النفس هي ماشية تعبانة من الناس اللي هي حين كنت أكلمهم بالسلام كانوا يقاتلونني باطلا. النفس هي ماشية في هذا الطريق تبقى تعبانة جدا جدا. إيه اللي يفرحها؟ يفرحها إن هي تشوف الجبال. بس أنا المرة اللي فاتت قلت لك إنه في جبال كثيرة جدا معانيها حلوة، وهناك جبال اسمها جبال العتمة. ما هو الشيطان يحب يعمل حاجات دايما تشبه ما يعمله الله لينا. طب وبعدين؟ أقول لك عشان تعرف فعلا أنك أنت ماشي في الطريق السليم وعلى الجبال الصح، لازم توصل لأسوار أورشليم، لازم توصل لأسوار الكنيسة. الطريق الروحي والإرشاد الروحي السليم هو اللي يوصلك لباب الكنيسة. قديس أغسطينوس له كلمة جميلة أوي أوي أوي، يقول: لا خلاص بدون المسيح، ولا مسيح بدون الكنيسة. عشان كده أحبائي مهم أوي أوي وانت ماشي في طريقك الروحي، مهم جدا وانت بتجاهد بكل أمور حياتك الروحية، مهم جدا وانت بتقرب لربنا ان الطريق دوت يوصلك لأسوار أورشليم. زي ما بولس الرسول قال كده: أورشليم ديت هي ظل الخيرات العتيدة. وزي ما الإنجيل علمنا أحبائي ان احنا في السماء نرى ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن، ما أعد الله للمحبين الذين يحبونه. يقول كده: ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. طب معنى إيه الكلام ده؟ معناه عزيز أنك أنت تفرح بربنا وتفرح ببيت ربنا وتفرح بالمكان اللي الله أعد ليك. فيصرخ في أول آية يقول لك: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. طبعا زي ما قلنا بنفرح ليه؟ نفرح ان المخاطر اللي احنا مشينا فيها، ونفرح ان الحرمان اللي قعدنا منه، ونفرح لان التحديات والصراعات، ونفرح انه الجهاد والتعب في السفر، ونفرح انه الالم في تسلق الجبال، ونفرح ان اشعه الشمس اللي كانت تحرق بالنهار واشعه القمر اللي تحرق بالليل، نفرح ان كل هذه الاشياء تصل بالنفس الى هذه الدرجه انها ما كانتش في الباطل. نفرح انه جهادنا ما كانش في الباطل. فنشكر ربنا نقول له: يا ربي هانت كل امور حياتنا طالما وصلنا باب بيتك. واحد زي القديس ابونا بشوي كامل، ابونا بشوي كامل ده كان راجل بركه قوي. كان ابونا بشوي كامل يقف على باب الكنيسه ويبوس تراب الارض ويقول ان هو فرحان جدا جدا انه ربنا سمح له انه يجي الكنيسه. حاجة تفرح القلب يا أحبائي إن النفس بعد ما جهدت في مشوار طويل قوي توصل لموضع النجاة. تخيل معايا عزيزي كده إنسان، حتى كنت بسمع وعظة لذيذة قوي فأبونا قال كلمة حلوة خالص، قال: تخيل معايا إنسان وهذا الإنسان لسبب أو لآخر قتل حد قتل سهو. فكان الإنسان اللي بيقتل سهو في العهد القديم، الإنسان دوت كان بيبقى بيجر وراه الناس أصحاب أو أهل الإنسان اللي اتقتل، ويفضل الإنسان ده يجري 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 في صراع مع الطريق وصعوبة الطريق وهو خايف ومرعوب على حياته. لكن أول ما كان يوصل مدينة الملجأ كان خلاص يطمن ويرتاح. أنت عزيزي بتجري وخايف ومرعوب، النهاردة خايفين ومرعوبين من مرض، بكرة خايفين ومرعوبين من حاجة تانية، لكن اللي يطمن قلبك انك توصل لبيت ربنا. تفرح ليه في بيت ربنا؟ تفرح على امور كتيره قوي. تفرح ان ربنا هو اللي دعيك. بيني وبينكو ربنا بين لنا في الكتاب المقدس انه ما جئنا للكنيسه ولبيته دي مش رغبه مننا احنا، لكن دي دعوه خاصه منه. الله يدعونا كل واحد باسمه وكل واحد بكينونته. انت عزيزي افرح جدا جدا اذا كنت من المدعوين. شوف كده ربنا لما يسمح في الكتاب المقدس ويكشف لينا
ان كل مره بنيجي الكنيسه نحن مدعوين لعرس ابنه، فيقول لك انه بعت دعاوي لناس كتيره قوي قوي قوي، والانسان اللي ما وصلتلوش الدعوه يزعل، واما الانسان اللي وصلت له الدعوه فان هو يفرح ويتهلل جدا جدا. انت عزيزي افرح لانك مدعو. يمكن السنه دي في بدايه الصوم كنت بتمنى من قلبي ان انا اتامل في شيء انا سميته الله يدعو، وقلت الانسان اللي ربنا بيدعوه انسان المفروض ان هو يكون فرحان وسعيد، انسان المفروض يكون فعلا حاسس بقيمته في نظر ربنا، ان ربنا بيقول له تعالى عايزك تقضي معايا وقت جميل. لكن للاسف يا احبائي تاتي الدعوه واحيانا نرفضها. فافرح يا عزيزي انك انت ليك دعوه، بس افرح قوي 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 ان الدعوه بتتحقق. شوف كده احنا بنفرح لان بنيجي بيت ربنا نتقابل معاه، هو دعانا عشان نقضي وقت لذيذ معاه ملك الملوك ورب الارباب. بنفرح لان بنيجي ده في المكان دوت تتغفر فيه خطايانا. بنفرح لان بنيجي الكنيسه نتغسل، وبنفرح لان بنيجي الكنيسه نتنقى، وبنفرح لان بنيجي الكنيسه نشفى من امراضنا الروحيه والنفسيه والجسديه. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول ان الكنيسه مستشفى ما يروحهاش الا المرضى. عشان كده الناس اللي رفضت الدعوه زمان ربنا قال خلاص اخرجوا بره ودوروا على المتكسحين والتعبانين والمرضى واللي مش لاقي ياكل. ما هو ربنا ده بتاع الغلابه. فافرح يا عزيزي ان ربنا اعتبرك من ضمن الغلابه اللي يدعوك لبيته. افرح برضه لانه في الكنيسه بتقابل اخواتك. افرح لانه في الكنيسه انت واخواتك بتصبحوا واحد في شخص المسيح. انت من غير اخواتك يا عزيزي كينونتك في شخص المسيح تنقصها حتة، لأنك أنت مجرد عضو. افرح لأنه في الكنيسة في عشرة للملائكة والقديسين، وافرح لأنه في الكنيسة بتلاقي جسد يسوع على المذبح. للأسف يا أحبائي ابتديت أرى ناس تفرح في الكنيسة لأشياء مش المفروض إن هي دي تكون فرحتهم. ممكن واحد يفرح في الكنيسة ان هو بيجي يقابل ناس ويقضي معهم وقت لذيذ، وقت سوشيال. ممكن واحد تاني يفرح في الكنيسة عشان خاطر ماسك خدمة يقولوا تعالى اعمل خدمة معينة، فلما يجي الكنيسة وهو بيعمل الخدمة ديت فرحان ان هو له كيان جوه الكنيسة. ممكن واحد تاني يجي في الكنيسة عشان خاطر يحضر هو اجتماع بس مش فرحان بجسد يسوع ودمه. للأسف في الأيام اللي فاتت ديت قبل ما يعملوا الحجر كنت أرى ناس يبقى القداس شغال والناس ما تجيش تحضر القداس، وبعدين الاقيهم جايين الكنيسة بعد شوية، إيه يا جماعة ما حضرتوش القداس ليه؟ يقول أنا جاي أحضر الاجتماع أو جاي عندي نشاط معين. لا، ربنا بيقول لك يا عزيزي افرح في الكنيسة مش من أجل اجتماع، مش من أجل نشاط، مش من أجل شيء، لكن افرح في الكنيسة بشخص يسوع ذاته. طبعا في ناس تفرح لما تيجي الكنيسة عشان بتلعب، وناس تفرح لما تيجي الكنيسة عشان بتاكل، وناس تفرح لما تيجي الكنيسة عشان خاطر بتنور كده، وناس تفرح عشان لما بتيجي الكنيسة عشان بتلاقي فيها يسوع بيت الملائكة والقديسين. افرح زي ما قلت لك لأن الله دعاك. طب كيف يدعو الله؟ الله يدعو بكل الطرق. الله يدعو بالخبط الخفيف على القلب زي ما قلنا مع عذراء النشيد، ويقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا كاملتي يا حمامتي. والله يكرع بان هو يدوب قلبك عليه. برضو شفناها في عذراء النشيد لما مد ايديه من القوه وابتدى يسقط من يديه مر قاطر، وكأنه بيقول لها افتحي لي تعالى حبيبي في الكنيسة. انت مش واخد بالك ان انا مؤسس الكنيسة دي بدمي، مش واخد بالك ان انا في الكنيسة ديت يعني فتحتها بصليبي. فكأن ربنا بيفكرك بالعمل العظيم اللي عمله عشانك فبيقول لك تعالى احضر الكنيسة. او احيانا الله يدعونا بخبط جامد شوية بان هو يشجعنا يدينا كده نجاح وتوفيق، يعني خيرات يقول كده حتى لا توسع.
فبيبقى مستني ان اولاده يجوا يشكروه في الكنيسه. او احيانا الله يسمح ويخبط ويدعو بالفشل عشان ولاده يجوا يجروا عليه، او ان الله يسمح بضيق او بمرض او بمشاكل، او ان الله يسمح ان بيته يتقفل عشان الناس ترجع تحس بقيمة هذا البيت. انا متخيل يا احبائي انه بعد الفترة دي ما تخلص هنفاجأ بناس كتيرة قوي جاية تجري. تخيلوا لو قلنا لكم خلاص تعالوا نصلي بكرة القداس، طبعا لسه الكلام ده ما حصلش، بس انا هتخيل معاكم، صدقوني هلاقي الناس واقفة على الباب من الصبح من الفجر، وكل واحد فرحان ومزقطط وسعيد ومستحمي ومعترف وكل حاجة. ما هو الله يدعو ان احنا نفرح، لكن لان الدعوة بتاعت ربنا اكمنها مجاني ابتدت الناس تستهين بهذه الدعوة. الله يدعو بكل الطرق. نفسي عزيزي لما تجيلك دعوة من الله لا تؤجل أبدا، لا تؤجل، لأنك ممكن تأجل لغاية ما تقول أصلح طريق الأول. أقول لك لا يا عزيزي، ربنا عايزك بعبلك زي ما أنت كده. شوف مثلا واحد زي الابن الضال، الابن الضال دوت جه يجري على أبوه وهو مليان من القاذورات وترمى في حضن أبوه. مرة سمعت قصة عن واحد رسام، والرسام ده كان عايز يرسم صورة بتاعت الابن الضال، فنزل يدور في المدن والقرى والنجوع لحد ما لقى طفل، والطفل ده كان يعني شكله عجيب خالص وحاله بالبلة، ويعني مش طفل يعني لكن شاب ومش ممكن. فراح اتفق معاه قال له انا هدي لك مبلغ من المال وعايزك تيجي المرسم بتاعي، انا عايز ارسمك. وبعدين اداله فلوس كتير واداله العنوان واتفق معاه على الميعاد. وجي في اليوم المحدد لقى الباب بيخبط وفي شاب انيق شيك حلو واقف، بيقول له انت مين؟ قال له انا الشاب اللي انت اتفقت معاه عشان اجي. قال له عملت في نفسك كده ليه؟ قال له بصراحة انا قلت انظف نفسي، اللي خلاك اديتني فلوس قد كده وانا مش نظيف، يا ترى كنت هتديني فلوس كام وانا نظيف؟ قال له طب وليه بوظت الحكاية؟ احنا احيانا يا احبائي نتخيل انه في امكاننا ان احنا ننظف انفسنا. الله بيقول لك تعالى انا اللي هنظفك وانا اللي هغسلك وانا اللي هاخدك في حضني واحمل كل اوزارك وكل اوجاعك. يعني من شوية أنا كنت بقول لك افرح بالكنيسة لأن الكنيسة مستشفى. مفيش إنسان مريض يا أحبائي بيستنى لما يخف وبعدين يروح للدكتور، لكن إنسان بيروح للدكتور عشان يخف. افرح، ولما تجيلك الدعوة ما تأجلش، لأن الباب مفتوح النهاردة. من قلبي بقول يا رب يتفتح، لكن ما نضمنش بكرة ممكن يحصل إيه. افرح يا عزيزي وافرح وادعو غيرك. الناس اللي تفرح بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، ممكن الآية دي تنطبق عليك كإنسان مدعو تيجي تحضر الكنيسة، وتنطبق أيضا على كل الفئات اللي تفرح بوجودك في الكنيسة. أول فئة هي ربنا يسوع المسيح ذاته. الله يفرح برجوعك لحضنه تاني. ده السماء كلها بتفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا. الله لما ينظر الكنيسة يلاقيها مليانة من أولاده اللي فرحانين بيه يفرح. القديسين يفرحوا لأن الكنيسة هي بيت الملائكة والقديسين، فبيفرحوا لما يروا ناس بتجاهد عشان تصل إلى حياة القداسة. الملائكة تفرح لأن الكنيسة بيت الملائكة. الأبرار يفرحوا، الكهنة والخدام اللي بجد يفرحوا قوي لما يلاقوا الشعب بيملك كنيسة، أو لما يلاقوا الناس بتحضر الاجتماعات والصلوات بطريقة روحية من أجل نموهم الروحي. حاجة نتعلمها من الأحداث اللي حصلت ديت، لما تكون في الكنيسة أو لما يكون في كنيسة ما تفوتش، بل تعالى فرح ربنا وافرح. شوف كده القديس أغسطينوس يقول: من هم الذين يفرحون بانطلاقنا إلى بيت الرب السماوي؟
سوى الملائكة الذين يسكنون السماء ويشتهون أن نسكن معهم. الملائكة بيدعوك إلى بيت ربنا، يقول كده إنهم رفقاء لنا في رحلتنا، هم يعيشون في السماء ويحثون على الصعود لنعيش معهم، نجري إليها بفرح. إننا نئن في رحلتنا، لكننا سنفرح في المدينة، لكننا نجد لنا رفقاء في الرحلة. هؤلاء هم الذين رأوا السماء، رأوا تلك المدينة، وهم يحثون أن نجري إليها بفرح. شوف كده، يعني قديس أغسطينوس عايز يقول لك الملائكة عشان شايفة الكنيسة بالطريقة اللي المفروض نشوفها عليها، وإن الكنيسة هي السماء التانية، فالملائكة دول بيفرحوا قوي 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 إن أنت بتيجي تدخل الكنيسة وتبقى مشتاق إنك تدخل السماء. الترنيمة الجميلة تقول لك لو المسيح يدينا مرة ويكشف لينا نشوف الكنيسة بالروح مش بعنينا، هنلاقيها إيه؟ هنلاقيها سماء تانية. الناس العبرانيين اللي بقول لكم كانوا ماشيين راجعين من السبي، يقول إن كانوا جموع كثيرة جدا، يعني تعبوا 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 من الناس اللي هما في بابل مثلا. وبعدين قالوا قبل السبي كانوا يصدرون بالهيكل حتى صاروا يقدمون ذبائح للأوثان. ساعة ما كانوا موجودين في أورشليم قبل السبي، كان السبي يعني كان الهيكل بالنسبة لهم حاجة ملهاش قيمة، لدرجة ان ابتدوا حوالين الهيكل وبر الهيكل وجنب الهيكل يعملوا خطايا مش حلوة خالص. وبعد شوية لما ربنا حرمهم رجعوا للهيكل مرة تانية وقلبهم مكسور. اللي قال الكلام ده اسمه الأب أنسيموس الأورشليمي، قال ان هم رجعوا بشوق نحو هيكل الله. ايه ده؟ قال ان هم رجعوا بعمق شديد جدا بعد ما كانوا في العبودية، رجعوا لأورشليم مبسوطين وفرحانين واكسايتد. الدرس عزيزي اللي تتعلمه النهاردة انك انت لو ربنا سامح ترجع بيته تاني، رقم واحد افرح، ورقم اتنين غير من اللي كنت بتعمله زمان إن كان اللي بتعمله زمان ده لا يتفق مع مشيئة الله. صاروا جائعين وعطشة، ليسوا جائعين للخبز والخمر ولا جائعين للماء ولا جائعين للطعام، لكن جائعين لكلمة الله. إحنا في الكنيسة أحبائي مشتاقين قوي للتناول من جسد يسوع ودمه. وجودنا في الكنيسة، وده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول لك وجودنا في الكنيسة ما هو إلا استغاثة للعزة الإلهية، إظهار عبوديتنا له، وشكرا للنعمة المجانية التي أصبغها علينا حال كوننا أعداء له ومضادين وغير خاضعين لعزته. شوف كده عايز يقول إن إحنا لو كنا هنحاسب نفسنا بجد، أو لو كان ربنا هيحاسبنا بجد، هنطلع عبيد بطلين. صدقوني ولا حتى عبيد بطلين، لأن الإنجيل بيقول لنا إن فعلتم كل البر فقولوا إنما نحن عبيد بطلين. طب إحنا ما بنعملش البر ده، إحنا بنعمل حاجات الله وحده يستر علينا كلنا. يقول كده إذ أرسل ابنه من السماء سافكا دمه الزكي بازلا جسد الكريم الطاهر فداء عنا. نيجي الكنيسة بهذه المشاعر يا أحبائي، نقول تحت ستار طبيعتي الخبز والخمر اللذان هما سر الجسد المبذول والدم الزكي المسفوك، نيجي مستخبيين في جسد الله ودمه اللي على المذبح. اوعى عزيزي يكون القداس شغال بعد ما الكنيسة تتفتح ان شاء الله، وألاقيك جاي تحضر اجتماع ومش جاي تحضر القداس. يعني كلمة صراحة وكلمة صدق وقتها النهاردة. يقول كده من الجانب الحرفي تحققت هذه النبوة، نبوة الفرح، لكن من الجانب الروحي يقول دي نبوة عن أورشليم السمائية. يعني أحد الآباء الحلوين وهو بيتكلم عن المزمور ده قال أنا مستغرب إنه داود وهو بيكتب المزمور، أو يمكن أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إنه حزقية اللي كتبه، لكن أيا كان اللي كتب المزمور أنا مستغرب إنه هو بينظر إلى السماء بهذا الجمال.
يعني كأنه شايف السماء وجاية جموع الناس من تعبها وغربتها على الأرض وهي فرحانة جدا جدا. مثلا نسيت أقول لكم، ربنا يسوع المسيح قال لنا أراكم ثانية فتفرح إيه قلوبكم. شوف إحنا النهاردة، أنا بقول لك المسيح لو قرر يقابلنا دلوقتي على المذبح مرة تانية، ده إحنا نفرح ونتهلل. طب لو المسيح له كل مجد قرر إن هو يقابلنا ويدخلنا السماء، يا لفرحة قلبنا ويا لتعزية نفسنا. هذه جميع الأمور التي أصابتهم مثالا كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، زي ما بولس بيقول. إن كان بني إسرائيل يا أحبائي اتمتعوا بالأمور ديت وهم راجعين من السبي، فإحنا ناخد بالنا أحبائي لألا بعدما كرزنا للكثيرين نكون إحنا مرفوضين. طب إيه اللي يفرحنا في أورشليم؟ قال يفرحنا إن إحنا وقفت أرجلنا في أبواب بيت الرب، ودي أحلى حاجة تفرح، إن إحنا رحلتنا في العالم تخلص وإن إحنا غربتنا عن كنيسة ربنا تخلص. يقول كده وقفت أرجلنا في أبواب بيت الرب، أبواب أورشليم، بالرغم إن إحنا ماشيين في الطريق وبالرغم إن إحنا لسه ما دسناش عتبات السماء، لكن إحنا بنفرح لأن رجلينا يدوبك على الباب. إحنا على الباب لأنه على الباب تنظر وترى من داخل. لما بنيجي الكنيسة أحبائي حتى وإن كان عين الجسد مش شايفة، لكن عين الروح ترى بعمق شديد جدا. قديس أغسطينس يقول لك كده، وانت واقف لا تزال على الطريق ضع نصب عينيك كما لو كنت بالفعل واقفا، كما لو كنت بالفعل فرحا بلا توقف مع الملائكة، كما لو أن المكتوب قد تحقق، طوبى رب للساكنين في بيتك دائما يسبحونك. طب عايز تعرف يا عزيزي ايه الحل، او عايز تعرف ايه العلامة؟ انا هستأذن بس حضراتكم افتح النور معلش. عايز تعرف ايه العلامة؟ العلامة ان دعوتك في الكنيسة هتوصلك الى ابواب اورشليم المبنية مثل مدينة متصلة. كل درجة في درجات السلم يا احبائي زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، المفروض ان هي توصلنا لشيء جميل، والمفروض ان هي تمتعنا بعشرة حلوة خالص، والمفروض ان هي ليها مقاييس كتيرة حلوة. بالنسبة للدرجة اللي احنا واقفين عليها ديت، المقياس بتاعنا ان انا اوصل لعتبات بيت ربنا، اوصل لأسوار أورشليم. وحينما اصل الى أسوار أورشليم هلاقي ان أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة. مدينة متصلة يعني ايه؟ شوف كده اباء الكنيسة الحلوين زي القديس يوحنا ذهبي الفم وزي القديس أغسطينوس وزي القديس جيروم يقولوا ايه؟ يقولوا علامة النفس انها وصلت لهذه الدرجة ان النفس تنظر أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة. هذه هي ثمرة العودة من السبي، وهذه هي ثمرة العودة من الحرمان. أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة، يعني أولاد ربنا انتوا أحبائي هم أورشليم يكونوا زي مدينة متصلة. مدينة متصلة يعني ايه؟ القديس أغسطينوس يبتدي الكلام ويقول انه بني اسرائيل راحوا السبي بعد ما انقسموا مملكتين. يقول انقسم اليهود في ايام رحبعام ابن سليمان الى مملكتين، مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا، لكن بعد العودة من السبي لم يكن هناك بعد انقسام بينهم، وهذه هي إحدى ثمار السبي. أنا عزيزي النهاردة بقول لك الله سمح إنه الكنيسة اتقفلت وأصبحنا مسبيين بعداء عن الله. بصلي من كل قلبي يا رب إن احنا نرجع في أسرع وقت،
لكن يا عزيزي نفسي ترجع بمشاعر أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة. كلمة أورشليم يعني دار السلام، يعني بيت رئيس السلام، يعني الكنيسة، والكنيسة هي أعضاء جسد ربنا يسوع المسيح. لأي سبب من الأسباب يا عزيزي، إن كنت سمحت لنفسك إنك أنت تكون عضو في جماعة منقسمة، أو إن كنت سمحت لنفسك إنك أنت تحفز وتشجع على التحزب داخل الكنيسة، الله النهاردة بيقولك لو عايز ترجع ما ينفعش ترجع بالمشاعر ديت، لكن يجب أن ترجع كأورشليم المبنية مثل مدينة متصلة. وكل إنسان منا يا أحبائي يعرف ما في قلبه، يقولوا كده لا يعرف روح الإنسان، أو لا يعرف داخل الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. شوف القديس أغسطينوس يكمل كلام ويقولك هكذا فإن المؤمنين بحق سيجتمعون في أورشليم العليا ككنيسة واحدة متصلة بعضها ببعض. إن كانت قلوب المؤمنين ملتهبة بالوقوف على أبواب أورشليم لتسمع كلمات الرب، تشترك في العبادة الروحية، فإنهم كحجارة حية يتصلون بعضهم ببعض بروح الحب، فيقيم منهم الروح القدس هيكلا للرب ومدينة الله المقدسة أورشليم الروحي. إيه ده؟ عايز يقولك يعني مشتاق ترجع الكنيسة تاني؟ مشتاق لجسد ربنا يسوع المسيح ودمه تاني؟ مشتاق للتناول من الأسرار تاني؟ مشتاق عزيزي للصحبة تقعد تحت رجلين المسيح تاني؟ ياريتك تشيل من قلبك كل فكر قد يؤدي للانقسام والتحزب، لأن كل مملكة منقسمة تخرب، الله لا يسمح. طب نرجع نبني هيكل ربنا ازاي؟ يقولك ابني هيكل الله بوحدانية القلب. عشان كده احنا في القداس نقول لربنا وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. قديس أغسطينوس برضه يقول ان المرتل كان يترنم وهو يرى من بعيد أورشليم الأرضية قد صارت مدينة الله، جمعت القادمين من مساكن متفرقة، هكذا نرى نحن بعين الإيمان أورشليم العليا تبنى عبر الأجيال حيث تكتمل عند مجيء الرب. ايه ده؟ يعني عايز يقول لك خليك كده بناء حي، بناء جميل في أورشليم السمائية، زي ما القديس بطرس الرسول قال كونوا أنتم مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. يعني أحبائي ربنا يسوع المسيح لما بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى أعددت آجي واخدكم معايا، المكان ده هو أورشليم السمائية. طب هو المكان لسه ما تعدش؟ قال لا، ما هو المكان معد من قبل إنشاء العالم، لكن أهم شيء في المكان اللي هو حضراتكم بيعد. عشان كده لما تطلع تتفرج على أورشليم السمائية مثلا تلاقي فيها حاجات بديعة جدا، تلاقي الجالس على العرش في المنظر شبه الزمرد، وبعدين تلاقي أسوار المدينة جميلة كده عاملة زي حجر اليشب، تلاقي من ألوان الجميلة اللي ظهر بيها المسيح في السماء اللون الأخضر الفاتح الحلو، وتلاقي أنه أسوار المدينة تعكس نفس اللون. أتاري المدينة ديت بأسوارها هي أولاد ربنا اللي لما بيتحدوا مع بعض تصبح أسوار المدينة قوية، لما بيتحدوا مع بعض تصبح أسوار المدينة عظيمة، ولما يتحدوا مع بعض بيعكسوا شخص يسوع المسيح الجالس على العرش. في سفر الأعمال يقول كده كان الذين ينضمون كل يوم يخلصون، كانت الكنيسة بتضم كل يوم الذين يخلصون. يقول إن الكنيسة كانت تنمو وتزداد كل يوم بأولادها. طيب ويل لذلك الإنسان الذي يغتني من خلال الخداع ويبني بالدم مدينته ولا يبني مدينة الرب.
ربنا أحبائي يدينا فعلا إن احنا نسعى أن نبني مدينة الله بوحدانية القلب. من الثمار الجميلة جدا اللي ربنا نفسه يشوفها في ولاده هي ثمرة الوحدة والمحبة. يقول لنا كده: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لما يكون ليكوا حب بعضكم ببعض. شوف كده حاجات بديعة خالص وأمور لذيذة جدا تتكلم إزاي الوحدانية ديت هي ثمرة لذيذة. مرة كنت بفكر في ثمرة التين اللي ربنا يسوع المسيح راح يوم اتنين البسخة يدور عليها وما لقاهاش، فلقيت إنه ثمرة التين ديت هي رمز الوحدانية لشعب الكنيسة، لأن ثمرة التين ثمرة جلدها ناشف، يعني كيانها واحد وجواها حبات كتيرة متفرقة بس غرقانة مع بعض في داخل هذا الإطار. هي دي الثمرة اللي المسيح يدور عليها عشان يقول من تعب نفسه يأكل ويشبع. ولو ما لقاش الثمرة ديت سامحوني يبقى في حاجة غلط. قديس أغسطينوس تاني يقول لنا إن أورشليم ليست مدينة بل كمدينة. يعني إيه؟ يعني هو مش عايز يتكلم على المدن التي تبنى بالأيدي، لكن هي كمدينة روحية، حجارة حية أسسها الرب يسوع المسيح، ليس في القاع وإنما في الأعالي. يتعجب أحد القديسين ويقول: في الغالب الناس تحط الأساس تحت الأرض وبعدين نبني عليه فوق الأرض. قال: إحنا أساسنا هو شخص يسوع المسيح، مبنيين على أساس الرسل ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. طب أساسنا فين؟ قال: أساسنا في السماوات. عشان كده يقول: رأيت أورشليم السماوية نازلة من عند الله، لها مجد الله ولمعانها. القديس إمبروسيوس يقول كلمة عجيبة خالص، يقول إنه الإنسان بيتعب جدا في جمع ثروات لأجل خلاص نفسه لا من أجل دمرها. الثروة فيها خلاص إن استخدمت حسنا. يعني كل حاجة أنت بتعملها في الكنيسة عزيزي أنت بتجمع ثروة، بس الثروة دي المفروض تؤدي بيك لخلاص نفسك، مش المفروض إن هي تبدد. اسمع كده القديس بولس الرسول يقول لنا إن احنا مبنيين كحجارة حية، بعدين يقول لنا: لأن هيكل الله مقدس الذي هو أنتم، في رسالة كولوسي. فأصبحت المدينة بتاعت ربنا أورشليم السماوية اللي ربنا يدينا رب وتتبنى الكنيسة الغير منظورة، ما لم ترى عين، هيكل الله المقدس هو أنتم لما تتمتعوا مع بعض بحياة الوحدة. متغربين وزعلانين وتعبانين ومشتاقين للكنيسة، أقول لك يا عزيزي كلمة صراحة وكلمة صدق، فكر شوية في الانقسام وحاول على قد ما تقدر تكون صادق مع نفسك إنك أنت لو عايز ترجع بيت ربنا تاني بلاش انقسام. يقول: هيكل الله مقدس الذي هو أنتم. لا أحد يستطيع أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فعايز يقول لك أنت عايز تبني على إيه؟ الأساس بتاع ربنا يسوع المسيح هو الأساس الوحيد اللي المفروض يتحط. طب يسوع المسيح قال عن نفسه أن هو جسد، أو أن هو رأس الجسد اللي هي الكنيسة ونحن أعضاء في هذا الجسد. طب يقدر حد يحط مبنى تاني أو أساس تاني؟ أقول لك لا، ده ولا حد أصلا يقدر يبني على هذا الأساس إلا اللي ربنا شايفه يتبنى، لينظر كل أحد ما هو باني. يقول كده إن إحنا أساسنا في السماويات ونحن بناء روحيا. وبعدين يأكد في المزمور هنا على فكرة جميلة جدا جدا، يمكن لو ربنا سمح نتأمل فيها في آخر الكلام، وهي فكرة الوحدانية ما تكونش مبنية على أساس التوحد. التوحد هنا بمعنى واحد، لا، الوحدانية أحبائي إلا الله يترجاها من ولاده. هي وحدانية مبنية على أساس التنوع والاختلاف وليس التخالف. لا هي وحدانية بمعنى singularity أو بمعنى assimilation، لما واحد فيها يلغي التاني أو لما مجموعة تلغي مجموعة، ولا هي وحدانية إن الكل يصبح صورة من التاني.
ولا هي وحدانية أن الناس تخبط في بعض، لكنها وحدانية مبنية على هارموني جميل. عشان كده هيتكلم دلوقتي على آية جميلة يقول: حيث صعدت الأصبات، أصبات الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب. صعدت القبائل أو الأصبات، كلمة سبت أحبائي يعني مجموعة من الناس تخضع تحت راعي له عصا رعاية. وأصباط بني إسرائيل لكل سبت كان له رئيس، من سبت منسى ومن سبت يهوذا ومن سبت وهكذا، أصباط إسرائيل الاثنى عشر. لكن إحنا ككنيسة برضو إحنا عبارة عن أصباط لينا راعي. يقول كده: من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب، من كل مكان، جايين من كل اللغات، لكن ماشيين وراء راعي أنفسنا وأسقفها ربنا يسوع المسيح الراعي الصالح. يقول: صعدت القبائل، أصباط الرب شهادة لإسرائيل. جمال أورشليم يا أحبائي وزينتها هو الحب الذي يضم الأصباط معا بكونها أصباط الرب. هذا الحب الذي يجمع الكل في كيان مجد شخص يسوع. جايين يعملوا إيه؟ قال: جايين يحمدوا اسم الرب. أنت عزيزي بتيجي الكنيسة ليه؟ سؤال مهم أوي أوي أوي. إن كنت جاي عشان أي حاجة تانية غير أنك أنت تحمد اسم الرب، غير أنك أنت تسبح الله، يبقى أنت مش فاهم الكنيسة صح. الكنيسة هي بيت الملائكة، وعمل الملائكة الأساسي هو تسبيح اسم الله. الكنيسة هي صورة أورشليم السماوية، وفي أورشليم السماوية سوف لا نعمل شيء إلا تسبيح وتمجيد وتعظيم اسم الله. طيب، في آخر العزة إن شاء الله هناخد تأمل بسيط على حتة الاختلاف ديت مع الوحدانية. لكن يقول بعد كده: الدعوة اللي جاية لنا دي دعوة ملوكية. أنت ربنا بيقول لك تعالى ادخل الكنيسة، بيقول: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وأنا بقول لك تعالى حتى لو كنت تعبان، حتى لو كنت خاطي، تعالى بعبلك، تعالى باللي أنت فيه، الله هينظفك. طيب اجي اعمل ايه؟ هتعاملوني ازاي؟ هتشاور عليا وتقولوا ايه؟ اقول لك: هنقول عليك انك انت ملك وابن ملك، لان هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. كلمه كراسي هنا دي جايه جمع، وجمع لان مش واحد بس اللي هيقعد عليها. يمكن في اخر التامل هنلاقي ان هو واحد اللي هيقعد عليها، بس هيقعد من خلال كثيرين. يقول كده: إن الله هو ملك الملوك كقاضي، هو الذي يحكم في كل الأمور الخطيرة، ينهي الظلم ويحقق العدل والسلام. أنت عزيزي جالس في الكنيسة، إن كان ليك موضع مسؤولية فأنت تجلس على كرسي المفروض أنك تحقق مشيئة الله كقاضي، تحكم، تنهي الظلم وتحقق العدل. الناس كانت بتفرح وهي رايحة أورشليم، لأنه من أورشليم يخرج القضاء والحكم. يقول كده: نحن نصعد كل يوم نحو أورشليم العليا تتهلل أنفسنا، لأننا ستراءى أمام كرسي المسيح الذي ليس لملكه نهاية. القديس أغسطينوس هنا يقول كلمة حلوة قوي، يقول: إن هذه الكراسي جاءت في اليونانية عروش، وهي عروش للنفس الذي هي حكيمة وتتمتع بالبر. يعني عايز يقول لك: إن كنت عزيزي جاي الكنيسة بمشاعر أنك أنت إنسان خاطي، بس فرحان واثق أن ربنا يسوع المسيح من خلال أسرار الكنيسة يقبلك، ينظفك، ينقيك، يؤهلك، فهيكون مكانك أنك تجلس على عرش. بس تجلس على هذا العرش فقط إن كنت حكيماً، والحكمة هي حسن التصرف. تصرفك جوه الكنيسة هو اللي يديك الحكمة ديت. شوف مثلا يتعجب القديس أغسطينوس من المرتل ويقول كده: توجد عروش للحكمة، لذلك قال الرب: تجلسون أنتم على 12 كرسيا تدينون أصباط أورشليم أو أصباط إسرائيل. هناك استوت الكراسي. استوت الكراسي يعني استقرت. في سفر الرؤيا أحبائي نرى منظر عجيب عجيب عجيب، لكن محتاجين ان احنا
يعني نربطه بالآية ديت. يقول كده إنه شاف في وسط السماء عرش الله، وبعدين شاف حاجات كتيرة قوي حوالين العرش ووسط العرش، بس قال لنا وفي وسط العرش جالس. جالس دي يعني إيه؟ جالس يعني مستقر، خصوصا إنه كان عن يمين الجالس عن العرش سفر مكتوب من قدام ومن وراء ومختوم. أباء الكنيسة فرحونا وقالوا لنا إن هذا السفر يحتوي على تاريخ الكنيسة من أول ما تأسست لحد المجيء الثاني، مليان أحداث من قدام ومن وراء، ومليان أحداث نعرفها وما نعرفهاش، حصلت وهتحصل، حلوة ومر. بس الجميل إن الجالس على العرش مستقر، وإن السفر عن يمينه. هناك استوت الكراسي، يعني استقرت، يعني ما فيش أي حاجة تزعزعها. هناك جلست كراسي، كراسي بيت الرب. حتى لما ربنا سمح أن يكون في نداء في السماء يقول من هو مستحق أن يفتح السفر، مين يا ترى اللي يفتح السفر فيسمح أن يكون في حدث معين بيحصل؟ قلنا الختوم ديت كل حدث بيحصل عبارة عن ختم، كل مرحلة عبارة عن ختم، سواء كانت كرازة، سواء كانت استشهاد، سواء كانت أي شيء. أو حتى في المجيء الثاني لما تتفتح ختوم وتسمح أن تيجي أوبئة أو أمراض، يقول مين اللي يفتح الختوم؟ قالوا لا يستطيع أن يفتحها إلا الخروف القائم كأنه مذبوح. وكأنه عايز يقول لنا كل أحداث اللي بتحصل في حياتنا عن يمين الجالس على العرش هي موضع اهتمامه، وهي متحكم هو فيها تحصل امتى. امال يعني هو اسمه ضابط الكل وخلاص؟ يقول كده نفس البار هي كرسي الحكمة. وبعدين مضطر اجري شوية، فيبتدي في الاخر خالص اول ما يرجع في المشوار الطويل دوت ويوصل على أسوار أورشليم، ويقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، فيقول اسألوا سلاما لأورشليم وليسترخي محبوك. وكأنه عايز يقول إيه؟ كأنه عايز يقول يعني اشكروا ربنا وصلوا من أجل سلامة أورشليم، صلي من أجل سلامة أورشليم لأنه رجع لقاها سليمة ومستقرة والأسوار مبنية. أو صلوا من أجل سلامة أورشليم لأن أورشليم هتتبنى على أيدينا. أو صلوا من أجل سلامة أورشليم، حتى أورشليم اللي هي مدينة احنا عايشين فيها، احنا بنصلي من أجل سلامة العالم خصوصا في وقت المرض. فالمرتل هنا بيقول لك يا عزيزي صلي من أجل سلامة الكنيسة، وصلي من أجل سلامة البلد، وصلي من أجل سلامة العالم، وصلي من أجل أسوار أورشليم اللي ربنا أقام على أسوارها حراس. يعني صلي من أجل وحدانية الكنيسة. يعني إحنا كل مرة بنتناول نقول لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. اسألوا سلامة أورشليم. إيه اللي يكسر الأسوار؟ اللي يكسر الأسوار إن الناس ما تكونش متحدة. طيب ولما الناس تتحد ده في سلامة. طب وده يعمل ايه؟ قال ليستريح محبوك. شوف يا عزيزي لما نكون كلنا راكبين مركب وكل واحد بيجدف عكس التاني، المركب تقع وسلامة المركب تتعرض للخطر، والمجهود اللي بنبذله يروح على الفاضي، والناس برة تضحك علينا وما نستفدش حاجة وما نكسبش حاجة. اسألوا سلاما لأورشليم ليستريح محبوك، ليكن سلاما في أبراجك وراحة في قصورك. لما نعمل كده أحبائي هنلاقي إنه في خير هيعم على الكل، نلاقي إنه في سلام في الأبراج وسلام في القصور وراحة في القصور. يعني نلاقي أورشليم بتاعتنا الكنيسة العظيمة مليانة أبراج ومليانة قصور. البرج والقصر ده لو انا افترضت ان اورشليم هي الكنيسه، فيبقى البرج والقصر دول هما الحصن والحمايه والتمتع والسلطه. يعني تدخل الكنيسه تلاقي نفوس عامله زي الابراج، شامخه وعاليه في الحياه الروحيه.
تدخل الكنيسة تلاقي نفوس عاملة زي القصور، غنية ومليانة فضائل متنوعة زي القصر كده، مليان أوض مختلفة. قديس أغسطينوس تاني يقول قوة المحبة لا يمكن التعبير عنها في تعبيرات أسمى من هذه المحبة. إيه؟ أن المحبة قوية كالموت، والمحبة لا تطفئها أي نيران. يقول لنا كده قوة المحبة اللي مبنية على الوحدانية دي عاملة زي الموت. يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يقف قصادها. مين يقدر يقف قصاد الموت؟ طبعا هو بيتكلم على الموت هنا كنوع من أنواع السلطان والجبروت، لكن هو المقصود بيها إن المحبة ديت هي اللي تعطي الحياة. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول إنه كما أن الحرب تسبب كارثة في آثارها فتخرب المدينة، لذلك يصلي لأجل السلامة إنه يتنبأ عنهم، ليس فقط أن يتحرروا من الشرور وإنما أن يتمتعوا بالخيرات التي لا حصر لها. شوف يا عزيزي، لما تعيش في وحدانية الروح، لما تصلي من أجل سلام وحدانية الكنيسة، لما تسعى بكل قلبك من أجل سلام الكنيسة ووحدانيتها، تصبح كبرج، تصبح كقصر، والمستفيد هو أنت. واحد تاني قديس اسمه القديس كليماندوس الروماني يقول إن كانت الخلافات والانشقاقات والانقسامات حدثت بسببي فإني أرحل وأبعد عنكم، رضيتم أم لم ترضوا، فقط عيشوا في وحدانية القلب كقطيع المسيح في سلام مع الكهنة المعينين عليهم. من يفعل هذا يجلب لنفسه مجدا عظيما ويرحب به في كل موضع. ايه ده؟ عايز يقولك يا عزيزي، ان كنت موجود في مكان ومصر انك تعمل انشقاق، خير ليك انك ما ترجعش المكان ده. طب يعني نسيب المكان ونمشي؟ قال لا، ما ترجعش المكان بهذه المشاعر، لكن ارجع المكان بمشاعر الحب والوحدة. عشان كده صرخ المرتل وبص لإخواته وقال هو أنا ليه بدعوك لوحدانية القلب؟ قال من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك، من أجل بيت الرب إلهنا لألتمسن لك الخيرات. أنا ربي بصلي من أجل إخواتي وأصحابي، من أجل الناس اللي حواليا، من أجل أعضاء جسد ربنا يسوع المسيح، إنه تديهم يا ربي نعمة السلام ونعمة النمو من خلال يا ربي إدراك روح المحبة والوحدة. يعني أنا بصلي من أجل أورشليم، وبصلي من أجل إخواتي، وبصلي من أجل بيت الرب إلهنا، وبصلي من أجل أن يعم خير الله. بص كده أغسطينوس يقول كلمة جميلة قوي، يقول ليس لصالحي أنا ألتمس لكم الخير لألا أطلب ما هو لنفسي وليس ما هو لك، ألتمس الخير من أجل بيت الرب إلهي، من أجل الكنيسة، من أجل القديسين، من أجل المهاجرين، من أجل الفقراء، حتى يصعد هؤلاء إلى بيت الرب. الله يا أحبائي يعطينا بنعمته إن احنا نتمتع بهذه الرحلة الجميلة وهذه الدرجة العظيمة، تفرح كل نفس وهي رجعة تقف على أعتاب بيت ربنا. التطبيق اللي أنا كان نفسي أقول لكم عليه أحبائي اسمه تطبيق الوحدة المبنية على التمايز والاختلاف. يقول كده أورشليم مبنية حجارة قبائل الرب، نصبت كراسي، كلها حاجات للجمع، بس أورشليم كلمة واحدة، مدينة الملك العظيم. طالما أتكلم عن الأسباط وطالما أنا جبت سيرة أورشليم السمائية، فأنا عايز أقولك يا عزيزي أنه في سفر الرؤية، وده التطبيق بتاعنا، يقول كده سمعت عدم المختومين 144 ألفا من كل سبط 12 ألفا. طبعا الأرقام لها رمز ومعنى، مش وقته دلوقتي. لكن بص كده في حتة تاني يقول وكانت أورشليم السماوية لها 12 بابا، على الأبواب 12 ملاكا، أسماء مكتوبة، هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، من الغرب 3 أبواب، من الشمال 3 أبواب، من الجنوب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، عليها أسماء رسل الخروف 12. طالما جبنا سيرة الأسباط أقول لك أنه أبواب أورشليم السمائية 3 بيبان في كل الجهة، يعني 3 بيبان في 4 جهات،
ربنا بيقول لك الناس اللي جاية من كل الجهات طالما تؤمن بالثالوث القدوس ومبنيين على أساس الرسل من خلال الكتاب المقدس والأسرار مقبولين وزي الفل وحلوين. عايز واحد من الناس يبص على أخواته في الكنيسة ويبص على ناس داخلة من باب اسمه يهوذا، ما ده أول اسم، يقول كده يهوذا هو باب الحمد. في ناس الكنيسة تحب الترتيل وتحب التسبيح، ادخل يا عزيزي ايه المشكلة؟ في ناس تاني في الكنيسة تدخل من باب اسمه باب جاد. باب جاد دوت أو سبت جاد يعني الإنسان المتشدد، الإنسان اللي هو واخد الحياة الروحية بصرامة بس صرامة حكيمة. وماله؟ جميل، ادخل، اختلاف وتباين بس حلو. في ناس تدخل من باب تالت اسمه باب أشير، وباب أشير ده كلمة أشير يعني سعيد، يعني الناس اللي داخلة السماء وهي سعيدة وفرحانة، يقول لك أنا واثق في ربنا ومحبته، وطالما بعترف وطالما بتناول وطالما تايب ربنا هيقبلني. حلو خالص، جميل. واحد تاني يدخل من باب اسمه باب نفتالي. نفتالي ده يعني متسع، الناس اللي صدرها واسع قوي 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 قوي، الناس اللي ما بتتنرفزش، الناس تدخل. وطبعا عكس كده ما يدخلش، الناس المتضيقة ما تدخلش. واحد تاني اسمه منسى. منسى ده يعني بينسى، الإنسان اللي ربنا يمتعه أنه هو ينسى الإساءة يدخل. واحد تاني اسمه شمعون، وشمعون ده يعني يسمع، الإنسان اللي ودانه الروحية تسمع نداءات الله وخبط الله على القلب، الإنسان اللي يسمع ويستجيب لما ربنا يقول له ارجع إلي أرجع إليك، والإنسان اللي يسمع لما ربنا يقول له سامح واغفر واسمح، والإنسان اللي يسمع أن الله يقول له انسى الإساءة يدخل. واحد تاني اسمه لاوي، ولاوي ده يعني مقترن، الإنسان الذي كرس حياته في خدمة الله، الذي اقترن بشخص يسوع. حلو جميل، يدخل. واحد تاني اسمه يساكر، ويساكر ده يعني الجزاء، يعني السماء هي جزاء للإنسان الذي يغلب ويجاهد وينتصر، ربنا يديله عربون الجهاد انه يتمتع بالسماء. واحد تاني اسمه زبولون، يعني مسكن، نفس سكنة وهادية ورسية وحكيمة، يحفظ وصايا ربنا في سكون. واحد تاني اسمه يوسف، ويوسف يعني يزيد ويزداد في الغنى والنمو، وإنسان بينمو كل يوم ويتقدم. واحد اسمه بنيامين، يعني ابن اليمين، واليمين دايما يرمز إلى الله وقواته. هذه النفوس يا أحبائي وهي واقفة على الدرجة الثالثة تفرح بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، لأنه في بيت الرب ترى الرب متجسدا، وترى الرب في نفوس الآخرين حتى وإن اختلفوا كأعضاء جسد لكل عضو شكل ووظيفة. وهذه النفس وهي فرحانة بإخوتها تلاقي إنه سر فرحها هو ربنا المتجسد في نفوس الناس والمتجسد فوق المذبح، فترفع عينيها لربنا وتقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. ودي الدرجة الرابعة. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. احنا هنبتدي بنعمة ربنا دلوقتي صلاة العشية لمدة ساعة لربع أو ساعة حسب ما نخلص، فأتمنى يا رب أن انتوا كلكم تحضروا معانا.